ومن الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الناس، وهي مسألة تنطلي على كثير من الناس، وهي مسألة تقسيط الاثنين. ما صورتها؟ يقول أخ لأخيه أو زميل لزميله: ما رأيك أن تشاركني في شراء سيارة بالتقسيط؟ أنا أكون المشتري أمام البنك أو أمام صاحب المعرض أو أمام الدائن، وأنت تكون معي شريكا في السداد، ولك نصف مبلغ هذه السيارة أو هذه السلعة إذا بعتها. وهذا ربا، وذلك لأنك إذا شريت هذه السيارة وهي ب50,000 ريال نقدا، ستكون في ذمتك ب70,000 ريال، ومن ثم إذا بعت هذه السيارة قد تبيعها ب49 أو 48 أو ب50 إلا 100 أو 200، ستأخذ نصف هذا المبلغ وهو 49,000 وتعطيه لصاحبك، ومن ثم تعطيه 24,500 ريال، نظير أن يسدد نصف المبلغ الذي عليه وهو 70,000 ريال، وهذا هو عين الربا. ومن ثم فإن مثل هذه الصورة لا تجوز. إن أردت أن تخرج من عهدة هذا النهي ومن عهدة هذا المحرم، لأن البنك أو صاحب المعرض لا يعرف زميلك ولا يعرف أخاك، إنما يعرفك أنت، لو لم تسدد طولبت أنت. ومن ثم فإنك تأخذ هذه السيارة على أنك أنت المشتري من البنك، دون أن يكون لصاحبك أو لأخيك تعلق بهذه السلعة. ومن ثم إذا بعت هذه السلعة، بعتها مثلا ب50,000، فهذه 50 لك، و70,000 المؤجلة عليك أنت. ومن ثم فإنك إن شئت فلتأخذ نصف 50,25,000، ثم تشتري سيارة أو سلعة وتعقد مع أخيك عقدا آخر، تشتري له سيارة، جهازا، أجهزة، أكياسا من الأرز، كراتين من الصابون أو ما شابه ذلك، فأنت في معاملة أخرى مع أخيك أو مع زميلك، بحيث تتفق معه على القسط، سواء كان هذا القسط مساويا للقسط الذي عليك أو أقل أو أكثر، سواء كان الربح الذي تأخذه منه نظير الربح الذي أخذه منك البنك أو صاحب المعرض أو أقل أو أكثر، المهم أنها عملية أخرى، بحيث لو لم يسدد تتصافى معه، وبحيث إذا لم تسدد أنت تتصافى مع البنك، فتكون هناك معاملتان منفصلتان بعضها عن الأخرى. أما كونه يأخذ سيارة ويجعل نصفها على صاحبه أو على أخيه فهذا نوع من الربا.